السلام عليكم متتبعي قناة شاف هاشم السكينة. الفيديو ديالي اليوم مليء بالوصفات. درت لكم ثلاثة ديال الغوسات. درت طاجين ديال السردين كواري. بطبيعة الحال كل شيء كيعرف يصاوب، ولكن غنشارك معكم طريقتي طريقة سريعة. ودرت عصير بالحامض مع الفاني والحليب، جا المذاق ديالو غزال. واحد العصير حتى هو دغيا كيوجد. درت منيو اليوم داير الحوت مع عصير الحامض مع شليده. بالنسبه للسلطة درت السلطه ديال العدس، هذا كان المنيو ديال الوليدات الصغار. درت لهم السردين كواري وشليده ديال العدس وعصير ديال الحامض بالفاني والحليب. غادي نبارطاجي معكم طريقه التحضير ديال كل حاجه. هنا اول حاجه درت هي العصير الحامض. خديت كيلو ديال الحامض، نقيته بطبيعه الحال وحيدت ليه العظومه. ضروري تحيدوا ليه العظومه مزيان. درتو مع الماء والسكر ودرت معاهم ساشيات ديال الفاني. هنا بالنسبه لكيلو ديال الحامض درت فيه 3 ديال الساشيات ديال الفاني وكيلو لا ربع ديال السنيده. صافي، ودرت معاهم اترو ديال الماء. غادي نطيب اترو، عاد غادي نعطيكم العبار شحال زعما زدت ليه ديال الحليب وشحال ديال الماء. غندير كل شيء طيب فوق البوطه حتى غادي يولي على هذا الشكل. هذا غادي يطيب ليا داك الحامض مزيان، غادي يولي بحال واحد السيرو. طيب هذاك اللي ولا خاسر مع ديك الحلاوه وداك الشيء حيت طيبت معاه السنيده والفاني كيجي بحال السيرو. صافي، هنايا غادي ناخذ داك العصير ديالي وغادي نطحنو. غادي نبدا نطحن ونصفي، ما غنزيد لا ما لا والو. دابا غادي نطحن غير داك الحامض مع السيرو ديالو ونصفيه. ملي غادي نصفيه غادي نزيد ليه اترون ديال اترون نص ديال الماء. يعني طيبت باترون وغنزيد اترونس ديال الماء واترونس ديال الحليب، يعني بحال قلنا 4 اترو في المجموع. غادي نطيب في الاول باترو ديال الماء، ملي غنطحن غنزيد اترونس ديال الماء في اترونس ديال الحليب، يعني المجموع ديال السوائل 4 اترو. شوفوا ليا العصير كيفاش كيجي في داك المذاق ديال السيترون مع الفاني. هادشي ما كيجيش، كتحسي انه سيترون ولكن ماشي محمض، ماشي حامض، واحد سيترون بنين بحال لاكلاص دايب. عرفتي داك السوربي ديال الحامض وهو دايب بحال هكاك، جا غزال. صافي، هنايا غادي ندوز نعمرو في القريعات. وعلى فكره هذا راه ما كيديرش، ما كيحرر ما كيمرر ما والو. صوبتو بالليل هاك يعني بالعشيه، ماشي نهار بنهار، صوبتو في العشيه وعمرتو في القريعات ودرتهم في الثلاجه وغلقت لي عاد مشاو. ما كيتبدلش ليه اللون ديالو وما تيمرار ما كيحرر ما شي حاجه، كيبقى في اللون ديالو وفي المذاق ديالو. هنا صافي عمرت القريعات اللي عندي، زعما العدد اللي عندي وشاط ليا مازال. صافي، هنايا غادي نديرو في الثلاجه. هنا ملي كديريه ملي كيرصا كيتسيبار، يعني غير حركيه وشربيه. دابا غندوز نصاوب شلاضه ديال العدس. عندي هنايا كيلو لا روب ديال العدس غسلتها وغادي ندير ليها اترو ديال الماء وغادي نسلقها على هذا الشكل. هذا ما نخليش يتسلق يهرى ليا مزيان، يبقى شويه شاد راسو. صافي، هنايا غادي نبدا نزيد ليه في القمه اللي غادي ندير. غادي ناخذ جوج حبات ديال مطيشه كبارين مقطعين مربعات. غادي نحيد لهم الزريعه، غادي ناخذ غير الهبره ديال المطيشه. غادي نزيد لهم حك ديال المايس ديال الذره. من بعد غادي نزيد لهم عندي تقريبا واحد 3 دريسات ديال الثومه محكوكين. غادي نزيد لهم انا عاد كنشوفو كنهضر الحامض مصير، ناسي انا شنو دايره. معلقه ديال الحامض مصير مطحون والقزبر ومعدنوس، تقريبا واحد 4 المعالق ديال القزبر ومعدنوس. وغادي ندير هنايا بواطه ديال الطون بالزيت ديالو، كنحركو مع الزيت ديالو ونديرو. انا غادي نكتفي غير بالزيت ديال الطون، ما غندير لا زيت البلديه لا روميه لا والو. واخر حاجه رشيشه ديال الملح. صافي، غادي نخلط المكونات ديالي كاملين وها هي شليضه واجده بنينه صحيه. داك الحامض مصير مطحون تيعطي واحد الحموضه، داك المذاق ديال الطون حتى هو في شليضه ديال العدس جا بنين المذاق ديالو. صافي، هنايا غادي ندوز نعمرها في لاباركيت على هذا الشكل. هذا ما درتلهمش بزاف، درت غير باركيت صغيره لانني دايره لهم طاجين ديال السردين كواري. فانا غير زدت دخلتها لهم هكا باش تكون عندهم واحد الوجبه متكامله. صافي، غادي نعمر لاباركيت ديالي على هذا الشكل هذا. وغادي ندوز باش نصاوب السردين كواري. غادي ناخذ كوكوط وغادي ناخذ صلصه ديال الطماطم جاهزه، ماشي ديك المطيشه ديال الحك كونسونطري، غير الصوص ديال المطيشه خديت.
هادي خديت ملي ما عرفتش هادي شحال فيها، باقي لا فيها شي 350 غرام يمكن ديال لاصوص. غادي نزيد ليها تقريبا واحد الاطرو ديال الماء، ما غاديش نقوي الماء لان ما بغيتش فيه لاصوص بزاف، بغيت لاصوص تقليه قليله وخاطره. من بعد غادي نزيدوا العطريه ديال الحوت اللي سبق ليا وبارطاجيت معكم. هنا يسبق ليا وقلت لكم في الفيديو كديروها في اي حاجه فيها الحوت، فانا هنايا شوفوا دايره غير السردين كواري، وغادي ندير العطريه ديال الكروفات. غادي يجي المذاق ديالو غزال بزاف. غناخذ واحد الحامضه صغيره نقطعها طريفات ونزيدها على ديك لاصوص، وغادي نزيد ليها مليحه فقط، ما غندير لا عطريه لا والو، غنكتفي غير بديك العطريه ديال الحوت. غادي نديرها فوق البوطه تغلى. غناخذ هنايا الكفته ديال السردين، وغادي نزيد ليها تقريبا واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، ومعلقه ديال سكينجبير، ومعلقه ديال الكمون. هنا معلقه كبيره، معلقه كبيره سكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الكمون، جوج دروس ديال الثومه محكوكين، ومعلقه صغيره ديال الملح. غادي نزيد لهم معلقه كبيره ديال التحميره، وغادي نزيد لهم هنايا عند الروز تقريبا زلافه ديال الروز، الروز العادي ماشي كلاصي، غير العادي، يكون ناشف ما مغسول ما حتى شي حاجه، ويكون خضر ما مسلوق. صافي هنايا غادي نعجن ديك الكفته ديالي كامله حتى غادي نحصل على هذا الخليط. غادي نمشي نشوف لاصوص ديالي. هنايا درتها فوق البوطه، اون فوا غادي تبدا تغلى ليا، تحسي بها سخنات وغادي تبدا تغلى، غادي نبدا ندير كويرات واللوح في ديك لاصوص بالزربه دغيا كيوجد هذا. هنا ما قويتش لاصوص لانني ما بغيتش ديك لاصوص كثيره، وما بغيتش داك السردين كواري يبقى يطيب 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 حتى يتفرتت ليا، غير شت راسو غنحيدو. غادي نزيد ليه هنايا قزبر ومعدنوس هو اخر حاجه، نحرك ونطفي عليه ونصاوب الطويجنات ديالي. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا، شوفوا ديك لاصوص كيفاش خاطره وغير قليله شويه، ما بغيتش لاصوص بزاف فيه، ما كتعجبنيش لاصوص بزاف. صافي هنايا زوقتهم بداك الطريف ديال الحامض وفليفله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، عصير ديال الحامض الحامض والفاني، طويجنات ديال السردين كواري بالعطريه السحريه ديالنا. نتمنى انكم تجربوها، غادي تولي معتمده عندكم في الاطباق ديال الحوت، اي حاجه فيها الحوت. وحتى لما كنتيش غادي تخدمي بالحوت، غتخدمي غير بخضره ولا شي حاجه كتنسمي بها، كتعطي مذاق زوين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كانت معكم الشيف هاشم سكينة. تلقاو فيديو قادم ان شاء الله، لا تنسونيش من اللايك تعليق ديالكم. السلام عليكم.